يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. الاخصائي حسين عبد الرضا حياك الله معنا. الله يحييك ويسلمك ان شاء الله. اليوم ابي اتكلم عن شيء يعني شغل العالم كله بالفتره الاخيره وهو الانظمه الغذائيه. يمكن سمعنا عن الكثير من الانواع، انا ما راح اذكرهم كلهم، لكن سمعنا عن الكيتو، سمعنا عن رجيم السوائل، سمعنا عن الصيام المتقطع، الكثير من الانظمه. شنو منهم الجيد، شنو منهم الضار، شنو منهم اللي يناسب الشخص اللي يبي يتبع حميه معينه؟ اول شيء خلينا نعرف الانظمه الغذائيه. هو نظام غذائي بهدف توصل مرحله الجسم من حاله الى حاله ثانيه. نعم. النظام الغذائي مو شرط يكون حق تنزيل وزن. نظام غذائي مثلا بنحسن مستوى الحديد، صحيح، يعطيني نظام غذائي. نظام غذائي لمرض مثلا الكرونز ممكن يبقى يرفع الوزن، اي نعم يزيد وزن، او كامراض صحيه مثلا امراض طبيه اقصد كرونز او سيليك. السيليك نعطيه مثلا خالي من الجلوتين مثلا، هالنقاط هذه. ولكن كانظمه غذائيه موجوده على اقل تقدير، على حسب اللي انا سمعت، في 4000 نظام غذائي، واكثر ارقام اللي انا سمعت 12000. فما بينهم نشوف في انظمه غذائيه، من بينهم في نظام موجود بس اتوقع حصري بالكويت يعني، انزين يسمونه العربي القادسيه. زين، اي هو شنو النظام هذا؟ تاكل موز وخيار، اوكي، يعيش على هذا. فمني في علامات استفهام وايد، بغض النظر انه هو نظام غذائي صحي مو صحي، خلينا نفند النظام. انزين، في منتجات البان؟ لا. في منتجات الـ مثلا النشويات، النشويات ممكن نقول الموز فيه شويه، في البروتينات، في دهون، في هذا نشوف في فقر حاد. هو صحيح ممكن ينزل وزن، ما راح ننكر هالشيء، ولكن النزول هل راح يكون نزول صحي او لا؟ هل راح يفقد بس العضل رغم كميزان يفقد عضل، ولا راح ينزل من الدهون؟ صحيح. فشلون نعرف النظام الغذائي؟ اول شيء تروح عند شخص مختص. حلو، الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، النظام الغذائي لازم يكون مصمم لنمط حياتك. إذا أنت طالب تختلف عن موظف، موظف خاص يختلف عن الحكومة، موظف شفتات غير عن موظف صباحي على قولتهم، فهذا لازم يساعد كل هالنظام. حتى المرحلة العمرية ترى يعني مهمة جدا. أنا إذا عندي في مرحلة النمو وإني أنا قاعد أكبر، جسمي يحتاج عناصر غذائية مهمة، حتى لو كان مصاب في السمنة يجب أن يكون النظام الغذائي أو الحمية المتبعة حقه تكون صحية، لأن هذا عنده عوامل معينة فيها مراحل نمو. صحيح، لأن احتياجه يختلف. 100%. خاصة الأطفال، إذا نتكلم عن الأطفال، ملاحظ في أولياء أمور يعطونهم نظام غذائي جدا سيء. مرحلة الطفولة هذه أنت راح تبني عليها مستقبلها. صحيح. فنشوف مرحلة الطفولة احتياجه حق سعرات حرارية عالية، شوف يعطونهم 1200، وهو ممكن بس عشان يعيش، يعني لما تقول عشان يعيش، عشان يشغل المخ، الكلى، الرئة، ما سوى أي شيء، حتى ما طالع تلفزيون، هذا ممكن يحتاج من 2000 إلى 2500 سعرة حرارية بس عشان يعيش. شوف حاطين على نظام غذائي 1200، انزين خلل بالنمو راح يصير بعدين، ممكن شيء وارد. فالنظام الغذائي يندرج غير النمط الحياة، الجنس سواء كان ذكر أو الإناث، النشاط البدني، العمر، والحالة الصحية. هالنقاط هذول الشروط جدا مهمة وأساسيين، يحدد حق كل شخص أنا شنو اللي أقدر أعطيه. نعم، أنا أعتقد في أمور وايد مهم، يعني المفروض أن حتى هذا الطفل الصغير اللي قاعد يتبع نظام غذائي معين، ممكن النظام الغذائي هذا إذا كان سيء راح يأثر حتى على العمليات العقلية عنده والذهنية، وراح تأثر بشكل سلبي. عندي الكثير من الأسئلة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث مع الأخصائي حسين عبد الرضا. أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. تكلمنا عن الأنظمة الغذائية، لكن كلمني عن أشهر الأنظمة الغذائية اللي قاعد تتبع الحين واللي الناس ماشي عليها أكثر. ناخذ إشارة سريعة، هذا راح يكمل إجابتي على السؤال هذا. أحد العوامل هو النشاط البدني، هذا نحط تحته خطين. نعم. إنزين، من الأنظمة اللي اشتهرت وأخذت حيز واسع وفي خلاف كبير ما بينهم،
هو نظام الكيتو دايت. الكيتو دايت عبارة عن نظام عالي بالبروتين قليل النشويات، أو وكذلك مصدر النشويات يكون مصدر نباتي ومصادر معينة، صحيح. والدهون تكون معتدلة. النظام هذا هل يناسب كل الأشخاص؟ طبعاً ما يناسب كل الأشخاص. نظامه موجود بالسابق لهدف مرض الصرع، هو هذا أساس النظام، ولكن ناس اتبعوا شافوا نزل وزن قالوا إن النظام ينزل، وغير التسويق التجاري اللي أخذ حيز كامل. الرأي العلمي بجمعية التغذية العلاجية الأمريكية آراءها من ناحية النظام هذا قالوا أن فترة الأمان تمتد إلى 3 شهور فقط، ما بعد 3 شهور مو واضح شنو المعالم. النزول فيه احتمال يصير فيه نزول بالوزن، فيه تغيير بالوزن. التغيير يساعد خاصة إذا كان واحد بياخذ دفعة معنوية أن ينزل وزنه مثلا من رقم إلى رقم، وبعدين بعدين يكمل الدايت. نشوف يساعد في ضبط أو تخفيض مستويات السكر بشكل كبير حق اللي عندهم مرض السكر. بس النوع الثاني، النوع الأول لازم يراعي كمية الأنسولين بالنسبة حق النشويات. ليش قلت لك النشاط البدني؟ النظام الكيتو ما يناسب الرياضيين المحترفين، أو الرياضيين الهاوي بدرجة محترف، أو الرياضي المتمرس. الشدة العالية. الشدة العالية إذا خذيناها مفهوم عام أكثر، إنزين. والشدة المتوسطة بعد كذلك ما يخدمه، لأن أنت الرياضي محتاج النشويات كطاقة أساسية عشان يصير فيه الأداء الرياضي. فمثلا هذا النظام. في نظام ثاني الصيام متقطع، هذا ما أقدر أمدحه ولا أقدر أقول فيه عنه أي شيء زين، بس اللي أقدر أقوله باختصار الشديد نظام غير صحي، لأن الهدف أنت لما تتبع نظام غذائي تبي شيء يضمن لك الاستمرارية. إنزين، أنت شلت مجموعة كاملة من النشويات مثلا كنظام الكيتو، إنزين شلت مجموعة كاملة شوي، هل أنت راح تستمر باقي عمرك بدون نشويات؟ إنزين، المخ أحد أو الغذاء الأساسي والوحيد هو الجلوكوز اللي موجود مثلا بالنشويات، هذا شلون نعطيه؟ زين، إذا أنا اتبعت مثلا نظام الصيام المتقطع يومين في الأسبوع مثلا اثنين وخميس وآكل كل عناصر غذائية مهمة، هل هذا ممكن يسبب لي ضرر؟ إذا أنت اتبعت نظام يومين بالأسبوع، زين، 5 أيام الثانية ايش راح تسوي فيهم؟ مثلا الأكل صحي عادي، مو مثلا رجيم، أنا ما أبي أحرم نفسي من عناصر غذائية، أنا أبي أكل كل اللي أنا أبي بكمية جيدة بنوعية جيدة بتوقيت ممتاز، لكن أنا أبي أصوم مثلاً يومين في الأسبوع علشان أنا ما يرتفع وزني مثلاً وأكون في نمط حياة جيد، هل هذا ممكن يكون في ضرر؟ إذا أخذنا على حسب شرحك للحالة، يبي يأخذ أكل صحي، يبي يأخذ وجبات صحية، شيء مناسب هذا، فيعني الوزن راح يروح باتجاه صحي. نعم، إذا أنا في ضرر إذا أنا صمت هاليومين؟ ولا في فايدة؟ لا، أنا أشوف أن على حسب تحليلي الشخصي ما راح يخدمه. تقي لو ياخذ له وجبة فري بالأسبوع يخدمه أكثر من الصيام المتقطع، لأن أنت في فترة معينة راح توقف من كل شيء. أنت إذا كان مثلاً دوامك لنفرض في السلك العسكري محتاج تركيز عالي، إذا تكلمنا مثلاً على المطافي محتاج أي وقت ممكن يستنجدون فيه كإنقاذ، أو إذا مثلاً دكاترة بأي وقت في مثلاً عنده عمليات جراحية، فمحتاج يكون كامل تركيزه طاقة عالية. فإذا الظرف صار بهاليوم فالنظام هذا ما يناسب أي شخص يعني. أخصائي حسين عبد الرضا، أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.